سي بي الكترونيك جابوا كبسات كتير حلوين 10 سنتيمتر للديامتر تبعها وكبستين 6 سنتيمتر للديامتر. وانا الي زمان صراحة ما عملت فيديو عن الاردوينو هيك بروجكت مهضوم، فاستغليت الفرصة واستعملت هودي الكبسات تعمل بروجي رح نشوفه سوا بس غير الكادر. البروجكت هو ميموري جيم، يعني بيدور الكبسات بسيري معينة ونحن بنرجع بنكبس على نفس السيري. رح العب ده انا واحد معكم، رح حط الكود منه كتير اوبتمايز للكود لانه عملت كل شيء بنهار واحد تجرب نزل هذا الفيديو اليوم، فرح يكون موجود على ويب سايت C.B.Electronics. اكيد فيكم تشوفوا الاغراض يلي استعملناها والسيركوي يلي عملناه هون على اللينك يلي موجود بالدسكربشن بوكس تحت الفيديو او على ويب سايت الشركه. فيكم تتواصلوا كمان مع شركه C.B.Electronics على الرقم يلي عم يقطع هلا. اوكي، بس قبل ما نشوف اللعبه رح نوقف بس تنشوف السيركوي يلي عملناه، لانه اللاد يلي موجوده بالبوش بوتن هي 12 فولت بس الاردوينو هي 5 فولت. سو انا اللي عملته اعطيت باور للاردوينو 12 فولت، اخذت من هال 12 فولت للترانزستور ال NPN ال PN2222 واستعملته لإله كسويتش اون اوف كرمال اقطع 12 فولت لللمبه. وكمان بدي اقول لكم انه ما استعملت ريستانس دي كيلو مثل ما عملنا بالبلاي ليست تبع الاردوينو فور ابسولوت بيجنرز. يلي عملته هون اني عملت انبوت بول اب، كمان رح حط بارت بالفيديو. اوكي، كل الكود كمان موجود على ويب سايت الشركه. خلينا نشوف التفاصيل تبع السيركوت ومن بعدها رح نشوف المشروع تبعنا او اللعبه. In the heart of Beirut, circuits glow. CB Electronics, where knowledge flows. Building futures with steady hands, innovating tech across the lands. CB Electronics, rise and shine. From Beirut, spark the stars align. Sold the dreams with code in line. Let creation redefine. So guys, شفنا هيك شوية قصص كيف ركبنا. هيدي هي العلبة الكبسة سوري، بتركب بهيدي العلبة. هيدي العلبة بيجي فيها الترو، هيك منشيل هالترو بتركب الكبسة بقلبهم. الكبسة كتير حلوة صراحة وإلها هيدا البوش بوتن يعني السويتش، وبقلبه في اللامب يلي رح نشوفها عم بتضوي هون. سو أنا هلأ رح أعطي كهرباء. أوكي، بالبداية أنا ضويتهم قصداً، عم نشوف كل كبسة كيف بتضوي. رح جرب خفف البرداية وشوف إذا بتأثر. أوكي جايز، كانت ضرب الشمس وعملت هيك شوية تغييرات سريعة، سو هلأ عم شوف الأدوية أحسن. وهيدا الستة سنتي، هيدا العشرة، هيدا الستة، هو الريسيت بوتن. أوكي، رح أقوص عن الريسيت بوتن، رح تبلش اللعبة. سو أول راوند دوى الأزرق، أنا قصداً مبطئ الوقت تنقدر نلحق. بيرجع دوى الأبيض، بيرجع دويت الأحمر. سو هلأ لازم نبلش نجرب لأنه بلشنا وعم بيقطع الوقت. سو أزرق دويت، ابيض ضويت، احمر ضويت، وبنشوف انه ربحنا. وهلا بنرجع بننتقل على الراوند 2. اوكي، الراوند 2 بلش الابيض اتسترا ازرق وهيك. بتمنى تكونوا حبيتوا هالفيديو، ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب، وانا رح ارجع اشوفكم فيديوهات ثانيه. باي لبنانيز بارك سي بي اف تروميكس رايز اند شاين فروم بيروت.